شكون 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 اللي حرق عليه الدار؟ شكون؟ دراري واحد الدار طرطقات فيها بوطه، نطلبوا الله يستر وصافي هناك، يا ربي دير لي فيها الخير. العزيزة والاخوان واحد الدار طرطقات فيها بوطه وشعل فيها العافيه في المعازيز، واحد الدار مروان تقطعت فيها طرطقات فيها البوطه وشعلت فيها العافيه في ديور جداد. دابا مساكن واحد الكوري قال لك اخر شدات فيه العافيه انا من اللور نضار واحد الدار زي دابا شدات فيه العافيه لا لا هو راه طرقات كل ماشي واحد كون شداته ناري 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 كانت الصباح وقيله لا لا يوم صوني دابا هما قال لك غادي يجيو جو مقدمين يجيو كل شيء دابا الله يدير لي فيها الخير Ah,
بعد الحمد لله راه ما كاينش شي خسائر باش هاد والو الحمد لله بعدا راه عافيه راه تيوس شعل العافية تما هنا يا شعل العافية فوق 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 الناس ولا لا باقي شوية واحد حيد نسلح اي طول عام 115 بعدا بقى العافيه ابغى نرشح خويا فريد واحد الدار طرقات فيها بولا طرقات فيها بوطا خويا هادشي اللي كاين وجعلت العافيه في الدار انفجار قنينتين غاز وسنطروة في واحد الكروة هذيك شي جاربي خويا واحد الدار تفرقات فيها بوطا وشعلت فيها العافية هادشي اللي كاين هادشي اللي وقع جوج بوطات صغار تفرقات الله يرضى عليك يا سلطان